السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد فلوج جديد من سيوات ليلى وسلمى العميرية. الفيديو ديال اليوم خاص بالكرداش والمجواد والبوبينوطا او القديد ديال العيد. سمحوا لي ما قدرتش انا نوجد شي حاجه، ولكن كلشي الصراحه ديال الوالده، يعني هي اللي وجدات وانا صورت عليكم الطريقه ديال الوالده الله يحفظها والله يعطيها صحيحتها. المهم انا المصران، انا درت البكر، هي دارت المي. من المصران كندير هنايا عندنا قزبر حبوب، عندنا معدنوس، عندنا التومه المعزونه مطحونه بزيت العود، هنا عندنا المعدنوس والقزبر مطحونين بالتومه الملحه، عندنا القزبر جاف مع معدنوس، عندنا السكنجبير والقزبر حبوب ضروري القزبر حبوب في القديد. هنايا الوالده التخليطه ديالها ديال اللقابه كامله كديرها بزيت العود وكتخلط كلشي وكتضفر. المهم غتبعوا معنا كلشي هنايا. هادو المصران ها هو هنايا كتقلبو كتصرملو كدير لي التصرميله ديال القامة ديالو، قزبر حبوب كتكترو والتومة غبرة والمعدنوس والقزبر مطحونين يعني معجونين بزيت العود وعاد تاني جافين والملحة والبزار وسكينجبير. غتبعو معنا كامل الطريقة. واش راكم مبروكة؟ نتمنى يعجبكم هادشي لي كنديرو. متنساوش ديرو لايك ابوني وبارطاجيو، سمحوا لينا الا كنساهيكم. هنايا كما غادي نديرو المصران وغادي تبعو معنا الطريقه ديال الكورديش، الطريقه ديال المجود والقديد، يعني نفس التوابل اللي درناها في المصران هي اللي كنديرو في القديد وكنديرو في الكورديش. الا الكورديش كنجدو عليه الريه مسويه كتقطع مزيان وكترقد كتخلط مع السحمه ونفس التوابل كيتعمر بها الكورديش. غادي تتبعوا معنا الطريقه ديال الكورديس والمزود والقديد حتى الاخير. مرحبا بكم معنا، ما تنساوش ديروا لايك ابوني وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام، ودعوا معنا بالصفاء. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض، يا ربي ترفع علينا هاد الغمه ان شاء الله، الله يدير لينا ولكم التاويل ديال الخير. هنايا قطعت امي هذه السحمه، هذه السحمه ديال السوا هي اللي كتجي زوينه في كورديش. غادي نعمرو بها القديد، هادوك ديال القطوان مغاديش نديروهم، دوك اللي فيهم الوسيس، ونديرو نفس التوابل الملحة والبزار القزبر حبوب سكينجبير خرقوم زيت العود التومة غبرة وعاود التومة معجونة. دوش الصراحة كيجي بها القديد زوين ومنسم. استغفر الله العظيم سمحوا لينا. المهم تبعوا معنا الطريقه ديال القدي ديال الكرداشيه هذه، تقطعها وكتقطع الوالده في السحمه الله يعطيها صحيحتها. الحمد لله دخلت حتى هي عجات من برا، والله يرفع علينا وعليكم هاد الغمه. الاخوه اللي خارج المغرب والاخوات تحيه لكم، الجاليه ديالنا خارج المغرب الله يدير لكم التاويل ديال الخير اللي ما دخلوش لبلادهم. نتمنوا ربي يرفع علينا هاد الغضب هذا، الله يبعد علينا وعليكم هاد الوباء ان شاء الله، وتدخلوا لبلادكم باذن الله. الريه ديالنا هي كتقطع فيها الوالده. المهم غادي نخليكم مع الفيديو وسمحوا لي ما قدرتش نبقى نهضر، من فيديو راه شويه طويل ما بغيتش نبقى نقسم فيه. هنايا كنرقوا في الكبده والريه مشويين، مابغيتش كنعمروا الكورديش نفس المقادير يعني اللي درنا في الكورديش هي اللي كنديروا في القديد. خليكم مع الفيديو وشكرا للدعم ديالكم، في امان الله ورعايته. وما تنساوناش من لايك وابوني. الاخوات والاخوان الله يحفظ لكم امهاتكم وليميتين الله يرحمهم، اللي خطينا والدين اللي خطينا امهات، الله يحفظ لينا عائلتنا كلها صغيرا وكبيرا يا ربي. اللي عنده سير الله يخليه ليه، الله يزمع السمل كل من هو مغترب، الله يرفع علينا هذا الحجر يا ربي وهذا الوباء الله يرفع علينا وعليكم، الله يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض يا رب ان شاء الله. نخليكم مع الفيديو وشكرا للدعم ديالكم، كنعتذر منكم انا ملوك الصراحه مقدراش نهضر، في امان الله ورعايته. ما يصلي على محمد وعلى ساداتنا اله وصحبه الكرام. مولاي صلي على محمد وعلى ساداتنا صاحبي الكرام. مولاي صلي على محمد وعلى ساداتنا اله وصحبه.
ربي خذ بيدي في جميع التوابل اللي دارت الوالده في القديد والكورديس والحامن المعدنوس كامل والثومه والقزبر حبوب بزاف والثومه غبره والملحه وزيت الزيتون والخرفوم مشكين جبير البزار كنخلطو مزيان كلهم هكا اختارتها يعني درنا غير لحمات خفيف من الضلع ورقدناهم انايا خليتهم مرقدين يومين في التوابل وعاد نشرتهم ان شاء الله غادي نصورهم لك في فيديو اخر في وصفه اخرى تاعي ان شاء الله ديال القديد او شي كسكس ولا شي شيء والصراحه ما عزيز على ديال القديد يعني في العداس في الكسكسو في الرفيسه في كل شيء في اي حاجه بغيتي ديريها طير بيه الطاجين كل شيء بالاخص كسكسو كيزي واعر ها هو القديد ديالنا ترقد صافي كنغطيه خليت واحد النهار ولا يومين في الاقامه في الثلاجه ندوزو دابا للمجود ها هويا الصراحة هي راه عمراتو الوالدة بدات فيه كنت عمراتو عيب الهضرة يعني القردة كتختار كريدات رطبين كتركقهم مزيان وتا نفس التوابل يعني نفس الإقامة اللي درنا في القديد في الكرداش هي عمرات بيه هاد المجود حتى هويا ربطاتو غادي تنصروه غادي تتابعو معنا هذا القديد أنا لقيتو عند خالتي اللي مسينا عندها الأسبوع القديد ديالها تبارك الله تا هي جمعاتو من النصار تبارك الله بني من الله الفقير مصالح راه القديد في يومين ثلاث ايام رجع حجر نتوما شوفوا القديد والكورديش كي ولاو وهذا القديد هذا راه من فرنسا تبارك الله على امان الله يعطيها الصحه يعني قديد مغربي بفرنسا عميري عميريه في فرنسا هو كان القديد في برج ايفل الله يعطيها الصحه تبارك الله ضروري كدير الباروك هي القديد والكورديش كلشي كديرو الله يعطيها صحيحتها والله يعطي صحيحة كل مغربية وكل عميرية في أي دولة كتحافظ على التقاليد وعلى الثقافة المغربية والشيوات المغربية الله يعطيها الصحة وتبارك الله عليكم كاملين والقديد هو هذا نشراتو الوالدة هو في النشار
انتم الكرداشات هما هادو، المصران هو هذا، والمجهود هو هذا. تبارك الله، ماشي سميشة قاصحة بس مسكينة قاصحة بزاف، يعني في تمنيت ما تعطلش في يعني في التكريم بزاف. الحمد لله والشكر لله على كل حال. هذا هنايا القديد ديال دار عمي، مشينا عندهم للدوار لقيناهم تما تبارك الله دايرين كنينات عمي. القديد هو جمعته الوالده، جمعناه هو يا مصران الكرديش تبارك الله. هو هاد البوبينوطا او المصران الكرديش هو تبارك الله كيجا. شو كيكرم ولا كيتقرمس ولا بحال تقرميشه ولا قاصح بزاف، يعني مزيان صراحه الحمد لله. هاد السبع دا طلع مزيان، والمجهود هو هذا. نتوما كتشوفوا المزود كيجا تبارك الله. سمحوا لينا الا كنساهيوكم. هادي تيقولوا الدياله كيديروا في السحاله، تيطيبوا بها كسكسو في السحاله. هادشي يعني احنا متبعين العادات اللي كانوا كيديروا جداتنا وامهاتنا بكري. هادشي عقلت عليه الحمد لله. انا عزيز عليا سيدي العادات تاع بني عمير، الله يعطيهم الصحه والله يحفظهم الله يطول في عمرهم. وغادي ندير لكم، حنا درنا كسكسو بالمزود صراحه. برا الكسكسو كلشي عارف الطريقه ديالو، يورينا لكم الطريقه يعني ديال المزود، العادات اللي كنديرو كل عام في اي عيد. طيبنا الكسكسو بالمزود، غادي نشكيو دابا الكسكسو. غتشوفوا المزود صراحه زوار واعر واعر بالصحه والراحه. سمحوا لينا الا كنساهيوكم. تحضروا معنا التسقيه ديال المزوده، وطيبنا هنا حيت على ود الملحه والكوليسترول، يعني شقي هذيك الاخرى درا تنديروا الخضره مع البلول والاقامه مال الريجي راكم عارفين، يعني باش تتفاداو شويه الايذاء. لكن لينا شويه اللحم ماشي مشكل، ولكن ما يكونش ثاني بزاف لا الملح ولا الإدام، نحاولو نتفاداهم. عين نفس وصافي الله يسمح لينا. خليكم مع بقية الفيديو، وشكرا للدعم ديالكم. ما تنساوش ديرو لايك ابوني وبارطاج. وبالعادات تاع بني عمير انا كنطيبو هذيك المزبنة نهار سبع ايام، يعني سبع ايام ديال العيد هي فين كنطيبو هذيك المزبنة او المزود كما تنقولو ليه، او كل واش تيقول ليه، يعني كل بلاد واش معروف. كنطيبو نهار سبع ايام ديال العيد. وهذا هو الفيديو، نخليكم مع تتمة الفيديو مع بعض اللقطات في امان الله ورعايته. وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. سمحوا لي على الصوت كيتقطع، كنعتذر منكم. لا يصلي على محمد وعلى ساداتنا اله وصحبه الكرام. مولاي يصلي على محمد وعلى ساداتنا صاحبه الكرام. مولاي صلي على محمد وعلى ساداتنا اله وصحبه الكرام. الله 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 يا مولانا. الله 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 يا ربي خذ بيدي. ما تناين الله يا مولانا.